رغم إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن وجود إرادة حقيقية بين طرفي النزاع الليبي خلال محادثات جنيف في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بخلاف ذلك وصف الوضع في ليبيا بالفضيحة. غوتيريس قال في مؤتمر صحفي إنه محبط للغاية مما يجري في ليبيا، وانتقد الدول التي شاركت الشهر الماضي في مؤتمر برلين لتحقيق تقدم في محادثات السلام الليبية. وأضاف في مقر الأمم المتحدة في نيويورك إن الدول المشاركة في مؤتمر برلين تعهدت بعدم التدخل في العملية الليبية، والتزمت بعدم إرسال سلاح أو المشاركة في القتال بأي شكل كان. لكن الحقيقة هي أن حظر التسليح الذي فرضه مجلس الأمن ما زال يتم انتهاكه. غوتيريس وصف جهود الوساطة التي يقوم بها غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بأنها الأخبار الوحيدة الجيدة التي تأتي من هناك. وكان سلامة قد قال للصحفيين في وقت سابق إن هناك إرادة حقيقية لبدء التفاوض بين الطرفين المتناحرين، لكن سلامة أشار أيضا إلى أن الطرفين ينتهكان حظر السلاح مع استمرار تدفق المرتزقة جوا وبحرا إلى ليبيا وكذلك الأسلحة. هناك استعداد واضح عند الطرفين لذلك، لقد عبر الطرفان عن موافقتهما على ضرورة تحويل الهدنة إلى اتفاق دائم لوقف النار، وبذلك فإن المفهوم نفسه أو المبدأ نفسه قد تم اعتماده منذ الجلسة الأولى. الآن ما هي شروط هذا الاتفاق؟ فهذا ما سنبحثه اليوم وغدا وبعد غد. وتضم محادثات جنيف 5 عسكريين كبار من الجيش الوطني الليبي، 5 من القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق.